السلام عليكم أقيمت قبل أيام في اسطنبول البطولة العربية السادسة للذاكرة حصدت فيها اليمن عشر ميداليات بعد منافستها لخمسة عشر دولة عربية أخرى فجاءت ثانية بعد الجزائر البطولة التي شارك فيها سبعة وسبعون متنافسا أحرزت اليمن فيها ثلاث ميداليات ذهبية وأربعة فضيات وثلاثة برونزيات وتوج فيها المتنافس محمد عبد الله بودويلا بطلا لليمن في الذاكرة لهذا العام هذه البطوله ترتبط بذاكره الانسان وعقله على غير ما اعتدنا في البطولات الرياضيه التي تعتني اساسا ببدنه اذ هدفت هذه البطوله كما يقول المشاركون فيها والقائمون عليها الى تنميه قدرات الذاكره للانسان العربي بما يخدم استفادته من المهارات الذهنيه في الحياه اليوميه والمهنيه والدراسيه البطوله افصحت عن قدرات ابداعيه مهمه لشباب اليمن الذين حصدوا مراكز متقدمه وكان لهم حضورهم على الرغم من غياب الاسناد اليمني مبدع اذا يمضي بطاقته بمفرده او بدعم من المؤسسات الاهليه حتى لو غاب الدعم الحكومي يسعدنا في المساء اليمني اليوم ان نسلط الضوء على الفريق اليمني المشارك في هذه البطوله وان نستضيف اعضاء الفريق اليمني المشاركه فيها اهلا بكم اذا اهلا بك استاذ احمد باحصين المدير التنفيذي لمؤسسه المواهب مدير الفريق وأنت أيضا حكم معتمد من الدرجة الأولى في الذاكرة أهلا بك أهلا بك أحمد التميمي عضو فريق اليمن المشارك في البطولة العربية للذاكرة أهلا بك عبد الله عمر أيضا عضو في الفريق اليمن المشارك في البطولة أهلا بكم جميعا قبل أن نبدأ النقاش سنذهب إلى متابعة تقرير بسيط حول هذه البطولة مشاهدينا نتابع هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش مع الضيوف شباب اليمن مواهب بلا إسناد عنوان الحالة الشبابية في اللحظة اليمنية الراهنة وقبلها حينما كانت المواهب والإبداعات تخترق جدار الغياب اليمني في المحافل الدولية لتضع بصمات إبداعية في محيط وظروف لا تشجع على الإبداع من الفن إلى الرياضة إلى الإبداع العلمي تحضر أسماء اليمنيين وتقفز إلى الصدارة لتعلي من اسم اليمن دون مكتراث من الجهات المعنية للمبدعين والموهوبين الشباب الذين يضعون لمساتهم ويلفتون أنظار العالم إلى بلد اسمه اليمن شباب مؤسسه مواهب قطعوا المسافه الطويله من حضرموت صوب اسطنبول للمشاركه في البطوله العربيه للذاكره الخارقه وحينما وضعوا رحالهم في هذه المدينه التي احتضنت البطوله لم يكونوا رقما سهلا ولم يكتفوا بالمشاركه الشرفيه بل كانوا رقما مهما في البطوله فوز شباب حضرموت بالمركز الثاني للبطولة العربية للذاكرة الخارقة التي أقيمت في اسطنبول إنجاز مهم للإبداع اليمني من قبل مؤسسة مواهب التي شاركت في البطولة العربية الثالثة للذاكرة التي أقيمت سابقا في شرم الشيخ بجمهورية مصر وحققت المركز الأول. الإصرار الإبداعي لشباب اليمن في الواقع العصيب الذي تعيشه البلاد والظروف التي لا تحفز على الإبداع تعكس عبقرية شباب اليمن. ومقاومتهم لمكابدات الزمان والمكان والانتصار على غياب الرعايه الرسميه التي تبدو رؤيتها في رعايه المبدعين ضئيله وغائبه. البطوله العربيه للذاكره الخارقه كشفت عن المواهب اليمنيه التي يقول متابعون انها نوعيه كونها تشتغل على اهم ما في الانسان ذاكرته وهي الانجاز الثاني لفريق مواهب على صعيد المسابقات الخارجيه التي حقق فيها الشباب مواقع متقدمه. لشباب اليمن ابداعات متنوعه وفي طريقهم ايضا عراقيل متعدده. فهم لا يجدون الاسناد الحقيقي لتحقيق ذاتهم الابداعيه وفي الغالب يصبح هؤلاء المبدعون مكشوفي الظهر بلا امكانيات رغم نبوغهم بينما تحول الدول مبدعيها من اللاشيء الى ان يصبحوا في صداره العالم. إذن اجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام كما اجدد ترحيب بضيوفي هنا جميعهم اهلا بكم وسهلا دعني ابدا معك استاذ احمد كيف كانت هذه البطوله اشرح لنا كيف كانت الاجواء ما هي طبيعه المنافسات؟ أه بداية شكراً أستاذ وجيه شكراً قناة بلقيس على هذه الاستضافة الطيبة أه هذه البطولة العربية للذاكرة تقليد سنوي يقام منذ عام 2012 بدءاً بالجزائر ثم تونس ثم بعض دول المغرب العربي وتعتبر الجزائر هي الدولة الأولى التي تقام فيها هذه البطولة منذ عام 2012 توسعت بحمد الله تعالى كان هناك رجل يحمل هذا الهم الدكتور رياض بن سوشة الذي تبنى و فكرة هذه أخذ فكرة هذا ابتداء من البطولة العالمية للذاكرة التي أسسها توني بوزان وطوعها بأسلوب عربي ابتداء وقلل قليلا في المعايير هذه البطولة التي قيمت هذا العام تماما سواء بسواء بمعايير الدولية التي تقام بها البطولة العالمية طيب ما, ما. كانت طبيعه المنافسات في هذه البطوله؟ طبعا هذه المنافسات تقام في 11 اختبار تتركز في مجملها على حفظ الكلمات على حفظ الارقام بنوعيها اللي هي ارقام عاديه او ارقام ثنائيه تتكون من رقمين صفر واحد. ايضا اضافه الى بعض الصور العشوائيه الغير ذات معنى كذلك حفظ الاسماء والوجوه تعرض على المتنافس. أكثر من 300 شخصية أسمائهم باللغة الإنجليزية ويطلب من المتسابق أن يحفظ أكبر قدر ممكن من هذه الأسماء ويعتبر الطالب أو المنافس ماجد أحمد ماجد هو بطل العرب في هذا الجانب ما شاء الله نعم ما شاء الله فهذه هذا إحدى الاختبارات تؤخذ الاختبارات بعدة طرق كلها تتركز في ضمن هذه الأربعة الأشياء وأيضا فيها الخامس الذي هو حفظ البطاقات العشوائية مم. بطاقات اللعبة مم. طيب دعنا ننتقل إلى أحمد بما أن تحدثنا عن هذه الـ الـ يعني النوع من المنافسة أحمد أنت ضمن الفريق المنافس الذي مثل اليمن في هذه البطولة كيف وجدت المنافسات فيما يعني أين كانت أبرز الإنجازات التي حققتها أنت؟ حصلت على المركز الأول وميدالية ذهبية في الأسماء والوجوه مم. والثالث على مستوى العرب في كلمات العشوائية ميدالية برونزية وباقي الامتحانات كانت نتائج طيبة الحمد لله كيف كانت المنافسة صعبة؟ منافسة الله. قوية جدا يعني من أبطال لهم شاركوا نحن أول مرة مشاركة لنا وباقي الطلاب كانت مشاركات يعني الدول الأخرى عدة مشاركات كانوا مشاركين في بطولات وطنية وبطولات عربية نحن كأول مشاركة حققنا شيء طيب و يعني وحققنا مستوى وحتى الطلاب المشاركين الباقيين انذهلوا يعني من ال... اليمن فريق اليمن لاول مره يشارك في تقدم كبير يعني من المركز الثامن الى المركز الثاني على مستوى الوطن العربي. ربما اول مره يشارك بهذا العدد اليس كذلك؟ مام. اذهب الى عبد الله، عبد الله انت ايضا شاركت وحصلت على ميداليه، حدثنا كيف كانت الاجواء؟ بدايه نشكركم على استضافتكم يا سلام نشكر الدعم الرسمي لنا مؤسسة مواهب حقيقة يعني كانت المنافسة منافسة قوية جدا حيث كانت المنافسة خصوصا كنت في فئة الكبار أنا وزميلي محمد عبدالله بدويلة سيكون معنا طبعا بعد الفاصل إيه. وكانت المنافسة قوية جدا إن المشاركين كانوا فيها كانوا قد شاركوا في بطولات سابقة يعني مم. عربية ووطنية يعني. طيب أنتم جئتم إلى هذا المكان بأي خبرة يعني كيف شاركتم بهذه البطولة دعني اسال الاستاذ احمد ما الذي دفعكم للمشاركه بهذه البطوله؟ كيف كانت اليه المشاركه؟ حقيقه نحن بدانا قبل حوالي ثلاثه اشهر او الى شهرين ونص بدانا بتدريبات في ضمن اطار مركز حضرموت للموهوبين وهؤلاء الطلاب هم طلاب ضمن هذا المركز يقدم برامج متعدده في الروبوت في غيرها من ضمنها مساق الذاكره الخارجه و ما حقيقة ما كانت ديك النيه قويه بالمشاركه لكن حقيقة الشباب فرضوا واقعا قويا علينا ان نشارك في هذا لابد يعني كان هناك نعم اصرار من قبلهم فدربنا على المستوى الاول المستوى الثاني والثالث ومهارات الذاكره والاحظ في كل مره الشباب حقيقة يبهرون باشياء طيبه ما شاء الله يحققون ارقام عاليه جدا اقمنا منافسه مصغره ضمن اطار المركز <applause> لطلاب المركز حوالي 30 طالب ما شاء الله فكان هؤلاء الطلاب هم افضل هؤلاء المجموعه لاحظنا حماستهم وتطلعهم للمشاركه صعوبات نتكلم عليها فيما بعد فحقيقه هم ايضا ساهموا معنا في تسويق ملف المشاركه الطلاب. ما الذي دفعهم احمد ما الذي دفعك الى يعني ما الذي حرك فيك الشعور لان تشارك في هكذا بطوله وانت يعني كما تقول لم تنافس من قبل وفي ذات الوقت انت في بلد غير اليمن ايضا اللي حفزنا انه دخول دخلت الدوره وقيمه امتحانات بسيطه يعني من قبل الاستاذ وحققت ارقام يعني متقدمه حسيت اني اكون يعني بنافس وطنيا وخارجيا يعني وهذا اللي اكبر حافز اني حققت ارقام متقدمه في مجال الذاكره جميل في مجال أنت شاركت أحمد كما أشاهد هنا في اختبار الأسماء والوجوه حصلت على فضية وكذلك برونزية في الكلمات العشوائية أليس كذلك؟ ما الفرق بين هذين المجالين الكلمات العشوائية؟ ما هي آلية هذا الاختبار؟ هي كلمات يعني تقسم من أفعال وكلمات عادية جمادات يعني ولها استراتيجية يعني تحولها إلى صور وتحفظها وت وتكون الحوالي يعني لها وقت محدد وتمشي عليه هذا الاستراتيجي اختبار الاسماء والوجوه حفظ عادي يعني حفظ عادي ماذا عنك عبد الله؟ انت شاركت في اختبار الاسماء والوجوه وكذلك يعني حققت البرونزيه عن فئه الكبار وحققت ايضا الذهبيه في فئه الذاكره الانيه ايضا للكبار اليس كذلك؟ حدثنا عن الذاكره الانيه ما الذي يعني هذا المجال؟ طبعا في في حفل اختتام البطوله آه تم عرض قائمه من الكلمات في, في الشاشه <applause> وكان الدكتور رياض بن صوشه يعني اسرع شخص يحفظ هذه القائمه من 40 كلمه يقوم ياتي بها امام الجمهور جميل فكنت اول شخص حفظت هذه الكلمات وقمت بها امام الجمهور <applause> هذه الذاكره الانيه هذا هو مجال <applause> الذاكره الانيه كل ابطال الذاكره حاضرين في كلهم حاضرين في ذاك الموقف فكان عبد الله اسرعهم حفظا لهذه الكلمات التي اخذت كم اخذ معك من الوقت؟ والله يعني اقدر تقديرا يعني انه حوالي ثلاث دقائق اربع دقائق يعني طيب إذا ما تحدثنا عن الفعالية نحن سنقوم ب فريق الإعداد جهز لكم فقرة خلاص. أظن من هذه الذاكرة الآنية سنعرض بعد قليل أربعين اسما لكن قبل أن ناتي إلى هذه الفقرة كيف كانت أجواء التنافسية من أين كان المتنافسون أستاذ أحمد؟ المتنافسين كما ذكرت ان 15 دوله و عشر دوله الفرق تتفاوت بين مشاركة من شخص واحد وبين فريق يتكون بعضها الى 12 شخص. م -م. نعم. من اي الدول مثلا؟ الجزائر، تونس، المغرب، السعوديه، الامارات، ايضا السودان ممثل، البحرين موجود، م -م. نعم. هل اليمن حققت الترتيب الثاني الثاني يعني نعم من كان الاول؟ كان الاول الجزائر باعتبارها هي هي الرأي الاسبق كدير. طبعا المدرب الاساسي ومنظم البطوله هو من الجزائر وبداوا تحديدا من 2012 في هذا في بس. في سياق تحقيق التدريب والممارسات جميل طيب احمد الان عندما نتحدث عن هذه الاجواء التنافسيه التي كانت هناك ما كانت ابرز المخاوف لديك خلال يعني منافستك ل 77 شخص اخر آه، تجربتهم السابقه يعني خبرتهم في الامتحانات هذا ابرز الخوف يعني يكون لهم خبره نحن جينا ما ما عرفنا جو المسابقه جينا لاول مره يعني يدخل المسابقه وجو المسابقه هذا اكبر الخوف يعني ان ما عرفنا جو المسابقه لاول مره مهم. ماذا عنك عبد الله حق نفسي احمد لكن هنا انا المخاوف اكثر انه المشاركين في البطوله كانوا ابطال من سابق يعني فخصوصا البطل العربي لهذا العام اللي هو ناصر عزيري ومصطفى حمامي لها. اول مره شاركون طبعا في او ثاني مره شاركون بطولة عربيه. ولهم ارقام يعني ما شاء الله يعني في جيدة خطوه جيده سيارة. يعني فهذا كانت ابرز المخاوف لنا يعني. طيب ما الذي حفزكم أنتما الاثنان لتحقيق نتائج ايجابيه؟ اقصد ما هو التكتيك او الاستراتيجيه التي تتبعونها في التذكر؟ يعني اريد اسرار المهنه ان صح التعبير، حدثني احمد. هي استراتيجيه اخذناها من الدوره هو الاستاذ احمد مدرب معتمد من قبل مؤسس البطوله. استراتيجيه اخذناها من الاستاذ احمد يعني مثلا الكلمات العشوائيه تاخذ الكلمات تحولها الى صور وتحفظها، هذه الاستراتيجيه اكبر. كلمه معينه تخزنها في الذاكره على هيئه صوره تربطها بصوره أيوة. ثم تعيد تعيد استرجاعها في وقت لاحق ماذا عنك نفس الاستراتيجيه ولا الاستراتيجية آه نفس لكن هنا انا اربط كل كلمتين مع بعض واضع في مسار مح يعني لي مسار مكاني محدد اضع كل كلمتين في المسار الاول والكلمتين التي تليها في المسار الثاني وامشي على بقية الكلمات الى ان انتهي منها من طيب الان سنقوم باختبار قصير طاقم الاعداد جهز لكم قائمه آه ب طيب. اسم وفعل أيضا في ذات الوقت لدي هنا نسخ ورقية لم تطلعوا قبل ذلك على هذه النسخ أليس كذلك باستثناء ربما الأستاذ أحمد شاركتنا في وضع محددات لذلك لكن عبد الله وأحمد لم تشاركوا أرجو من الأخوة في الكنترول إظهار الأسماء على الشاشة هذه هي القائمة تفضل أحمد تفضل عبد الله لك ورقة له ورقة معكم الآن دقائق لتستذكروا هذه الكلمات ثم سيأتي الأسرع منكم لي يعني يعيد استرجاعها للجمهور في هذا الوقت نتحدث معك أستاذ أحمد إذا هناك الكثير لابد من الصعوبات في يعني الوصول إلى إسطنبول كان خاصة مع الوضع في اليمن نحن نتحدث عن التأسيس دعنا نتحدث عن التأسيس قبل ذلك متى بدأت هذه المؤسسة التي يعني أوفدت هؤلاء إلى هنا بدأت المؤسسة من عام 2009 ب مركز حضرموت الموهوبين وكان أساساً برامج بسيطة في الاختراع في الروبوت برامج موهوبين محدودة استكشاف م. الموهوبين برنامج تطوير التفوق البرامج هذه تتطور من خلال شراكات مع بعض الجهات المعنية بالموهوبين من يدعم مثل هكذا أشياء في م. ذلك الوقت؟ من كان المبادر لدعم هذه الأعمال؟ في الحقيقة كان هناك مجموعة من الأكاديميين الحراريين بدأوا بتأسيس الفكرة الدعم كان عام من بعض التجار الحضاره وهكذا بادروا بتشجيع الفكره والحمد لله يعني تم تطويرها اولا باول اضافه برامج جديده يعتبر برنامج الذاكره احد هذه البرامج الجديده تاسيس مساقات للطلاب على اساسها يدرسوا ومساقات عامه لجميع الطلاب يدخلون فيها هل أقيمت بطولات في اليمن قبل أن يعني على أم فقط على مستوى حضرموت أو المركز الذي يعني فيه؟ بطولات ذاكرة لم تقم حتى الآن، كان مقرر أن تجرى في شهر أكتوبر تقريبا ولكن لم تجرى بحكم الوضع لأنه أساسا يجب أن يحضر حكم معتمد من من خارج العالمية. أه. من خارج اليمن فهذا هنا تعثر الحضور والا كانت ستجرى منافسه وطنيه ولكن للتاهيل برايك هل نعم. يكتفي هل نكتفي بالوقت ام لا زال يريدون اذا لا يزالوا يحتاجون وقتا نستمر في الحديث الاحظ هنا ان اليمن شاركت في بطولات سابقه أنت ربما حصلت على لقب بطل اليمن في الذاكرة في بطولة سابقة 2014 نعم. في عام 2014 في شرم كانت الشيخ بمصر. في شرم الشيخ في مصر نعم الان تنقل الخبره لبقيه هو شرط المسار حق البطوله يشتغل حتى تكون حق مدرب معتمد يجب ان تكون قد شاركت كمتنافس نعم. هذا احد الشروط نعم, نعم. اذا ساخذ ساحاول منك اخذ منك التكتيك الخاص الذي تنقله لاعضاء الفريق ما هي ابرز النقاط التي يمكن لمن يريد ان يقوي الذاكره أن يأخذها باعتبار أن هناك كثير من الاستخدامات للذاكرة يحتاج فيها الإنسان لتقوية ذاكرته فيها في الحقيقة هو تقوم نظرية على نظرية أساسية هي فصي الدماغ الأيمن والأيسر الله عز وجل وهب الإنسان قدرة غير عادية حقيقة في التذكر فصي الدماغ بالنظرية التي تقول أن هناك ما دام شباب ثم نستأنف أحدهم طيب سنعود إلى هذه النقطة سأخذ الأوراق خذ الأوراق إذا أعتقد لو يقابل الكاميرا نعم. من منكما سيقابل كمحة. من منكما الجاهز؟ الاثنان جاهزان طيب نبدا باحمد اذا ارجو من الاخوه في الكنترول او على الاقل يا عبد الله لا اعرف احمد تفضل الى هنا ايوه ستشاهد هذه الكاميرا الكاميرا الخاصه بالجميع أو في أي أو في أي سياق آخر، الآن لدينا أربعين كلمة تفضل. غزال وإناء شجرة وذهب، نعم أحمر وقوس، مجموعة مزاج، وهبة عسل، سلام وخشب، ضعف وجمر، يدخل صباغ، غابة مسافة، حجر وديان، مسرح يسأل، بركان بئر، موقف محكمة، كتب فجر، رسول يدخل فراغ دولة رسول مجال فراغ دولة امتحنا بحر ريال يتعلم جائزة مدرسة طريق عنوان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله لابد أن تعلمني التكتيك دورك دورك عبد الله نجيبها تفضل تفضل نحن طبعا نعرض القائمة للسادة المشاهدين على على التلفاز تفضل عبد الله غزال إنا شجرة ذهب أحمر قوس مجموعة مزاج آه، مجموعة مزاج لحظة ارجع للخلف قليلا لا بأس أن تعود للخلف قليلا طيب نعيد غزال انا شجرة ذهب أحمر قوس مجموعة مزاج مجموعة مزاج كانت مجموعة وهب مزاج. عسل جميل. وهب عسل سلام خشب ضعف جمر مه. يدخل يدخل سباق غابة مسافة حجر وديان مه. مسرح يسأل بركان بئر موقف محكمة كتب فجر رسول مجال فراغ دولة امتحن بحر ريال يتعلم جائزة مدرسة جائزة مدرسة طريق عنوان يا سلام عليك ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جواندي. يعني أنا لو أردت أكثر من عشر دقائق لن أحفظ ذلك ربما حتى لن أحفظهم <applause> بالترتيب سأتي ما هو التكتيك الذي تستخدمانه يعني في تذكر هذه النقاط نقطة وراء نقطة بالترتيب واحد اثنان ثلاثة غزال إناء، إلى آخره كيف تسترجعونها؟ هي يعني كل كلمتين تحول يعني كل كلمة تحولها إلى صورة و في مسار مكاني او في مم. مكان ثم بعد تستذكرها بس طيب. على كذا، مع التدرب تكون سرعه الحفظ تقوى وتزداد. يعني عندما تستذكر هذه الكلمه الا ياتي نوع من يعني الارتباك او التداخل بين هذه الصور؟ كيف يعني الان مثلا انت عندما توقفت اخذت وقت الى حين ان تستذكر الكلمات مره اخرى، ما الذي كان يتوارد الى ذهنك في في ذلك؟ يعني انتقل اللي بعدها. تمام لكني يعني هنا عندي هنا الياس ما يعني حاول تذكر بقصة دقه ليش في هذا المكان في المسار المكان كلمتين يعني حتى يجيبها يجيبها يعني والحمد لله نجيبها يعني. كم تعطي كل واحد حتى يعني <applause> نحدد من الفائز اظن احمد الان احمد <تصفيق> لانه <تصفيق> لم اعطاها لم, لم يتوقف نعم لم يتوقف طيب يعني من خلال هذا الاختبار هذا الذاكره الانيه يسمى <تصفيق> نعم هذا <applause> الذاكره نعم. <applause> يعني عندما نتحدث عن احد هذا الاختبار هذا الاختبار صعوبته تكمن في رهبة الوقوف أمام الجمهور وفي ضغط الوقت وقت قليل وقت وجمهور محدود. كثير يؤثر رهبة على الضغط رهبة الوقوف مباشرة أمام الجمهور على العكس تماما في الاختبار أنت تكتب هذه الكلمات في ورقة ما عندك مشكلة جميل. لكن الوقوف أمام جمهور واسترجاع الكلمات هنا فيها هناك ضغط نفسي خاصة إن, <applause> إن ارتبكنا قليلا نعم لربما يعني لا. طبعا ربما اذا كان هناك جمهور اكبر يمكن ان يحفز بالتصفيق او ما شابه يسهل الامور اكثر نعم طيب على كل حال سنكمل هذا الحوار لكن قبل ذلك سنذهب الى فاصل قصير آه عبد الله واحمد شكرا جزيلا لكما سياتي زميلان لكما بعد الفاصل شكرا على وجودكما وما شاء الله عليكم اتمنى لكم كل التوفيق اذا مشاهدينا الكرام سنذهب الى فاصل قصير بعده نستانف هذه الحلقه من المساء اليمني تفضلوا بالتفضل أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمنية التي نستضيف فيها الفريق اليمني المشارك بالبطولة العربية للذاكرة البطولة العربية السادسة للذاكرة التي أقيمت في اسطنبول قبل أيام قليلة وجدد الترحيب بك أستاذ أحمد بحصين أهلا بك محمد معاشر عضو فريق اليمن المشارك في البطولة العربية للذاكرة أهلا بك محمد عبد الله دويلة عضو فريق اليمن المشارك في البطوله وانت بطل اليمن في هذه البطوله أهلاً ليس أهلاً أهلاً كذلك نعم اهلا وسهلا انت الان محمد هو البطل نعم آه ما الذي يعنيه البطل بطل اليمن المشارك محمد هو دائما كلما اجريت اختبارات في البطوله العربيه للذاكره يتم تسجيل الارقام القياسيه فاعلى رقم قياسي يستطيع الشخص يسجله من دوله معينه يكون هو بطل هذه الدوله في السابق كان الاستاذ احمد بحصين هو بطل الجمهوريه اليمنيه من خلال تحقيقه اعلى رقم قياسي استطاعت اليمن ان تحققه، الان ولله الحمد استطعت ان اكسر الرقم الذي حققه الاستاذ احمد بحصين تزع اللقب، لقب بطل الجمهوريه يعني اليمنيه كان الطالب الذي يغلب استاذه نعم. طيب الان محمد اذا انت شاركت في جميع المنافسات وحققت العدد النقاط الاكثر نعم. في في ذلك نعم. كذلك اظن على حسب ما اقرا هنا حققت فضية اختبار الأوراق السريعة وكذلك البرونزية في اختبار الأوراق العشوائية أيوة نعم أليس كذلك ماذا عنك محمد معاشر؟ حققت الميدالية الذهبية في حفظ التواريخ حققت ثلاث ميداليات فضية الميدالية الفضية الأولى في حفظ الأرقام العشوائية الميدالية الفضية الثانية في حفظ الأسماء والوجوه والميدالية الفضية الثالثة في حفظ الأوراق السريعة طيب اشرح لي عن هذه المجالات الأربعة. ما الذي يعني مثلاً اختبار الاوراق العشوائيه اختبار الاوراق العشوائيه انت تعرف اللي يسموه الكوتشينه اوراق اللعب اوراق اللعب هذه يعطوك اياها بطريقه ملخبطه تماما بشكل كامل يعطوك اياها ويقولوا لك احفظها في مده معينه تصل الى 15 دقيقه 15 دقيقه عندك ثلاث اكثر من علبه يعني للاوراق السريعه بفضل الله في فئتي حققت المركز الثاني اللي هو الميداليه الفضيه في حفظ اكبر عدد من الاوراق السريعه بمعدل ثلاث كوتشينه ثلاث اوراق كامله في 15 دقيقه ثلاث مجموعات ثلاث مجموعات يعني كل يعني. كل علبه من هذه 52 وواحده تمام يعني 3 في 52 <applause> 156 ما شاء الله مم. ما شاء الله مم. طيب ايضا حققت في اختبار ماضي مستقبل هذه حققت فيها ذهبيه ماضي المستقبل حققت فيها الذهبيه نعم ماذا؟ هو ماذا؟ اختبار تواريخ يعطيك ورقه كامله فيها تواريخ معينه وقد تاتي غير منطقيه. تواريخ معينه حصلها كذا كذا في تاريخ كذا كذا، وانت عليك في الفقره هذه انك تحفظ الارقام تحفظ الارقام حق التواريخ مع مع, مع وصفها يعني ايش وقع في العام هذا مثلا حقق الاستاذ وجيه المركز الاول في بطوله العربية تحفظها تحفظها توصل الى اربعين تاريخ 50 تاريخ عندك اربع اوراق. بمعدل الحدث وتاريخ التاريخ. ايوه الحدث مم. وتاريخ ماذا عن الارقام العشوائيه الارقام العشوائيه يعطيك ارقام في ورقه كامله ملخبطه 6 7 8 9 1 5 احفظها كما وقعت فيها يعني. كما و... ثم تسترجعها بعد ذلك اختبار الاسماء بلها. والجو تحدث عنه احمد التميمي وعبد الله مم. محمد انت حققت اختبار الاوراق السريعه يختلف عن الاوراق العشوائيه يختلف نعم. عن الاوراق العشوائيه كيف الأوراق السريعة تعطى لك علبة لعب أو علبة كوتشينو تكون ملخبطة بطريقة عشوائية ثم تبدأ بحفظها في رقم قياسي معين يعني الفرق بين تلك وذي أن هذه لك علبة واحدة فقط وليس العدد إنما الوقت القياسي الذي ستحفظ به هذه العلبة فتبدأ الحفظ يكون عندك عداد زمني ما ان تكمل الحفظ تضغط على اعداد الزمني يؤخذ منك هذه العلبه ثم تؤتى لك بعلبه جديده يعني غير العلبه التي حفظتها تعيد ترتيبها في اقل من خمس دقائق بناء على ما شاهدته في العلبه الاولى ثم ياتي الحكم ويقارن هذه بهذه فاذا تطابقت فزت وبناء على الرقم القياسي يكون ترتيبك على مستوى الوطن العربي طيب انت الان حققت اعلى نقاط بالنسبه للمشاركين من اليمن اليس كذلك هذا يعني نعم. اتباع نعم. استراتيجيه معينه استاذ احمد ام انه يعني توزيع الجهد في كل هذه المجالات هو من ضمن التوجيهات تقتل هؤلاء الشباب انه كل واحد عنده نقطه قوه ففي هذه البطوله يركز على نقطه القوه اللي عنده بعض الشباب عنده نقطه قوه في حفظ الاسماء يركز عليها بشكل كبير لكن لا ينسى بقيه الاختبارات الطالب محمد عبد الله نقطه قوته في حفظ الاوراق هذه بشكل ممتاز جدا بالتالي استطاع أن يتميز فيها في ما شاء الله في جانب الممارسه تقريبا الان ثلاث دقائق اللي يحفظ فيها العلبه في هذه المنافسه خلال ثلاث دقائق كان في التدريبات اقل من كذا لكن ربما رهبه هي التي هل انت غاضب نعم. لانه كسر لطمك لا <applause> انا جدا انا فخور انا جدا سعيد جدا فخور جدا بهم حقيقة بكل تأكيد نعم طيب الان يعني كسر. نحن نتحدث عن هذه البطولات وهذه المشاركات وال والبلاد تعيش وضع صعب بكل تأكيد نعم. أه انتم من حضرموت الوادي ومن الصحراء هناك من هو من تريم هناك من هو من المكلا حسب ما فهمت نعم. يعني عندما تشاركون في بطولة عربية للذاكرة هناك من يقول على أن هذا الأمر الآن ليس وقته هل هل صحيح ذلك؟ وهذا هو السؤال الذي نواجهه به حقيقة نحن كوننا ليس لنا مصدر دخل ثابت فنسعى عند التجار والمحسنين والوجاهات وهكذا الواحد يقول الناس تبغى توكل الناس تبغى أكل ودراسة وكذا وأنت مركزين على الذاكرة ومشاكل في الذاكرة حقيقة مثل هذه المواقف مثل هذه المنافسات تعيد التقهل والامل في الشباب اولا الامر الاخر انها تثبت وتنمي المواهب اللي هم اساسا اساس النهضه القادمه التي نحلم بها ان شاء الله طيب يعني اعذر الان ساسالك نعم. سؤال ما الذي ستفيده مثلا عمليه الفوز في بطوله للذاكره او تحسين المهارات الذاكره بالنسبه لعمليه التنميه في اليمن نعم هناك ارتباط وثيق جدا جدا بين مهارات التذكر والتفوق الدراسي. وهذه الطلاب انفسهم لمسوها واقعا في حياتهم الدراسيه، اصبح الواحد لا يعاني في حفظ اي معلومه بل بكل سهوله يحفظها. يعني انتم هذا يؤدي الى القفز بدرجاته بشكل رائع جدا يعني. والتحصيل يعني ينعكس على مستوى تحصيله الدراسي، انتم تهدفون في المؤسسه اذا وفق خطه ما الى تعميم ذلك على مثلا المدارس ده. في اليمن، ما الذي تهدفون اليه من خلال تعزيز هذه المهارات لدى نحن نتيح الدورات الموجوده عندنا عندنا دورات الذاكره ونعلن عنها بين الحين والاخر ولكن كما تعرف يعني الجبال في مثل هذه الاشياء ضعيف اضافه الى موقف الناس الناس يعتقدون انها دوره من دورات التنميه البشريه مم. سنعود الكلام لها. سنعود الى هذه النقطه قبل ذلك اريد ان اسال لان هناك حديث كثير حول مم. موقف الناس من التنميه البشريه مم. سنعود اليها لكن قبل ذلك اسال محمد معاشر محمد ما الذي يعني حرك فيك الخيار نحو المشاركه في هذه البطوله؟ هل كنت من سابق لديك مهارات في الحفظ اردت استعراضها او عرضها على الناس ام ان انت لم يعني هناك نماذج لاناس لم تكن ذاكرتهم جيده لكنهم طوروها مع يعني باستخدام تكتيك معين، كيف كانت قصتك مع ذلك؟ طبعا بعد ما دخلت هذه الدورات حق الذاكره يعني فعلا وجدت تطور غير عادي في مستوى الدراسي. يعني أصبحت مادة التاريخ بالنسبة لي سهلة يعني لما أحفظ التواريخ، ويعني لما شفت هذه الاستراتيجيات هائلة يعني ما أحد شخص عادي يمكن يجي يعطيك إياها يعني ببلاش، لازم موضوع يحشل تعال الدولة بعد ما يعني دخلنا هذه الدورات وجدنا أنه لدي مستوى كبير ويعني ولد في قلبي تحفيز أني أشتي أبدع أكثر، أشتي أظهر موهبتي للآخرين. وبدات بالتدريب يعني يعني تدربت مرات بعد مرات مرات بعد مرات مرات الحمد لله يعني وصلت الى مستوى لا باس به يعني ان شاء الله حفزنا الموضوع اني جبت من بين اعلى طلاب في بين 30 طالب في مركز حضرموت ما شاء الله وقفز فيها قفزه هائله فعلا واستمرت في التدريب حتى في ايام عيد الاضحى يعني الناس يخرجوا وانا كنت العصر جالس اتدرب في الموضوع هذا جميل اذا آه هناك شغف ايوه هناك شغف جديد يعني كثير جدا و وايضا يعني البطولة في اسطنبول يعني فرصة عظيمة لتقابل مشاهدة هذه المدينة <applause> الجميلة طيب محمد اعود الى بطلنا الذي غلب استاذنا محمد انت ماذا عنك؟ لماذا دخلت في هذا المجال؟ هل هناك نقاط او اهداف ترسمها من خلال خوضك لهذه المشاركات وتقوية الذاكرة على المستوى الشخصي اقصد ما الذي تهدف اليه؟ أنا حقيقة شخص عندي ثقة بالله عز وجل وعندي ثقة بقدراتي أنا أنظر أني ش... لنفسي أني شخص متميز في بلادي أو حتى على مستوى الجمهورية اليمنيه لدي طموحات كبيرة أطمح أن أكون وزير خارجية للجمهورية اليمنيه وربما يأتي هذا اليوم إن شاء الله ونتذكر في هذا المكان بالنسبة لموضوع الذاكرة هو جزء أعتبره يعني من أجزاء تميزي يعني من المجالات التي أنا أرى في نفسي فيها متميز قوة الحفظ ومن خلال ممارسه هذه الاستراتيجيات التي تخص هذا المجال استطعت ولله الحمد ان احقق نتائج عاليه يعني اولها زي ما شاهدتم يعني في تحقيق المرتبه السابعه مستوى الوطن العربي في البطوله العربيه للذاكره ليس بالامر السهل يعني م. تقريبا هذه اول مره يعني يتم تحقيق هذه المراتب على مستوى الوطن العربي ضمن العشر الاوائل يعني مفهوم رغم من الاوضاع التي تحدثنا عليها في البلاد اعود الى الاستاذ احمد هل كان هناك دعم حكومي لكم ام هل طلبتم بالبدايه الدعم الحكومي ام رايتم ان الامر يعني في البلاد صعب فلم تذهبوا لطلب هذا الدعم اساسا هذا الحديث يشجن حقيقه الله المستعان جانب الدعم كما تعلم فعلا قصدنا منظمات مانحه في حضرموت موجوده بل كل المنظمات المانحه في حضرموت قصدناها حقيقه ولكن اوسط ابوابها والشباب انفسهم اشركناهم معنا في هذا السعي ولكن اوصدت ابوابها في في وجههم، حقيقه انتهزها فرصه لاشكر واتقدم الشكر الجزيل السيد محافظ محافظ حضرموت الوالد واهل حضرموت ووالد حضرموت فرج سالمين البحسني اللواء الذي فعلا الوحيد الذي تقدم الدعم المعنوي والمادي وساهم في تشكيل هذا الفريق حتى وصل الى هنا. فيجزاه الله خيرا انت نقدم له الشكر لكن الدعم الذي حتى هذا الدعم قدم محدودا نقدر الوضع الذي تمر به البلاد لكن هذا الذي حصل كان عندنا وعد للأسف الشديد من وزاره الشباب والرياضه ما الذي عرقل؟ على اساس ان ذلك. الشباب هؤلاء يذهبوا للمشاركه في اسطنبول في البطوله العربيه هذه التي تنظمها مؤسسه البطوله العربيه للذاكره وهناك ايضا منافسه اخرى ستقام تاريخ 22 نوفمبر اين في بغداد هذه بطوله عربيه اخرى أي ام ماذا تحت رعايه جامعه الدول العربيه مه مه وكانت الدعوه عبر وزاره الشباب والرياضه في الحقيقه نحن كان اتفاقنا الاولي ان تتبنى وزاره الشباب والرياضه مساله التذاكر وايضا فتره الاقامه هذه غير المحسوبه الإقامة الفرق بين اليوم أو انتهاء البطولة. آه في أنتم الآن إذن أنتم الآن انتهت البطولة في 6 نوفمبر لكن, لكن بسبب الأوضاع لا زلتم هنا في اسطنبول. بسبب الأوضاع نعم بل لا نستطيع أن نعود يعني حتى إذا عدنا كم متى سنخرج حتى نذهب إلى بغداد فالوزارة اعتذرت عن تبني هذا المبلغ اللي هو مبلغ الإقامة أو تذاكر فنحن إذا لابد أن صعوبات كثيرة تواجهكم محمد محمد معاشر إذاً هذه الصعوبات والوضع الذي يعني يجري في البلاد حاليا، لربما حضرموت اخف البلاد يعني من اقل الاماكن التي تشهد مواجهات، لكن هناك يعني صعوبات على الصعيد الخدمي وكذلك الى ما اخره. هل هذا الامر يعطيك حافزا لان تتحدى هذه الظروف وتظهر بمظهر اكثر قوه واكثر تصميم في المنافسات التي تجري ومنها هذه المنافسه التي تمت في اسطنبول؟ طبعا وصولنا الى هنا يعني فعلا تحدي كبير جدا يعني خضناه جميعا فعلا ولاحظنا مدى يعني مدى فعلا يعني التحدي الكبير اللي وصلنا اللي يعني خضناه نجد اولا دعمنا ونجد اولا اشياء كثيره عشان نصل الى هذا المكان. فعلا تعبنا كثير لكن بفضل الله لا يضيع عمل عامل منكم يعني آه الحمد لله ربنا وفقنا يعني بعد ما سعينا وتعبنا ورحنا هناك وهنا, وهنا وهنا وهناك يعني والحمد لله وجدنا دعم يعني اللي وصلنا الى هذا المكان آه يعني حقيقه أنا اشكر ايضا المحافظ الاخ الاب الكريم فرسالمين سالمين البحسني على يعني حسن استضافتنا له دعمنا ماديا ومعنويا طيب آه انتقل اليك محمد الان بعد هذه يعني اللقب الذي حققته وكذلك الميداليات الاخرى التي حققتها ما الذي يعني تطمح اليه على سياق انا اعرف انك تريد ان تكون وزير خارجيه كما قلت لنا الان لكن على سياق الذاكره ما هي الخطط المستقبليه ما هي الشيء الذي يعني سيمثل نقله في هذا المجال برايك انا حقيقه اخطط عندما ان شاء الله ستقام البطوله الوطنيه الخاصة بالجمهورية اليمنية ان اشارك فيها واحافظ على لقبي وافوز بالمركز الاول. جميل ونعود مرة اخرى للبطولة العربية للذاكرة لا اقول ضمن الثلاثة الاوائل لكن نقول الاول ان شاء الله على مستوى الوطن العربي. بإذن هذه يعني. كانت تجربتي الاولى كانت صاحبها نوع من الخوف والتوتر لعلها لان اول مرة اشارك في بطولة خارج اليمن لكن المرات القادمة باذن الله اصبحت تكو. صاحب خبرة الان, الآن أص... أه بطل اكتسبت خبرة يعني نعم. وهذا اللقب يعني سيدفعني يشجعني يعطيني نوع من التحفيز نحو الامام. وان شاء الله السنين القادمه احقق نتائج اعلى من ذلك بكثير. طيب اعود اليك استاذ احمد الان باذن الله كل التوفيق لك محمد. استاذ احمد آه هذه بطوله شاركتم فيها، هناك بطوله اخرى تريدون المشاركه فيها على صعيد المؤسسه في اليمن ربما تواجهون صعوبات، لكن اريد منك نقل كلمه الان الى الجمهور اليمني، الى الشباب اليمني باقل من دقيقه، ما الذي تقول لهم في سياق الصعوبات التي يعني يلقاها المواطن، الاب، الشاب الى اخره. من اروع المقولات التي اتبناها نهج في الحياه هي مقوله الطريق الصعب لارجل العظماء. اذا كان الطريق سهل فانه يسلكه كل الناس. اما الطريق الصعب فلا يسلكه الا العظماء. وانا حقيقه احسب هؤلاء الشباب الذين معي من العظماء باذن الله. ان تتحدى واقع وان تتحدى ضروره ان تستطيع ان تثبت ويكون لك موطئ قوي وحضور قوي ليس فقط على الصعيد الوطني وانما على الصعيد العربي وباذن الله على الصعيد العالمي هذه ليست بالسهله في ظل تخذيل الواقع في ظل تخذيل الناس الواقع المحيط بشكل عام هذه ليست بالسهله وباذن الله سنستمر وكذلك كلمه التي اوجهها لشباب شبابنا في اليمن عموما وفي حضرموت خصوصا أن أصمدوا وأن أثبتوا وجودكم ولا تلتفتوا للمثبطات حقيقة حجدوا أهدافكم بقوة واسلكوا الطريق الذي يسلكه العظماء بإذن الله ستصلون أشكرك إذا جزيل الشكر الأستاذ أحمد بحصين المدير التنفيذي لمؤسسة مواهب والمدرب فريق اليمن المشارك في البطولة العربية للذاكرة وأنت أيضا حكم معتمد في هذه البطولة نعم. شكر لك محمد معاشر عضو الفريق اليمني المشارك في البطولة العربية للذاكرة لك أنت محمد بطل اليمن المشارك شكرا جدا لتواجدكم القيس حياكم الله اهلا وسهلا بكم مره اخرى شكرا اذا لكم مشاهدينا الكرام انتم على حسن المتابعه والانصات على امل ان نكون قدمنا لكم ما يعتبر املا في شباب اليمن في الغد باذن الله هي في ختام هذه الحلقة تحياتي لكم أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني إلى اللقاء